ورك إن فول في إطار إعطاء الانطلاقة لواحد الدينامية جديدة. هذه الدينامية طبعا تروم التعاقد الجديد مع هذه الفئة الشريحة من المواطنين، طبعا تدخل لوزارة الشباب والرياضة ووضع الفضاءات الرياضية والشبابية الإشارة للفئة لسببين. أول سبب الأول هو أول الاعتزالهم، لأن بغينا نجنبهم ذاك الملل والاستثمار فقط في ملء الفراغ. اليوم المغرب الجديد هو محتاج أيضا لهذه الشريحة من المواطنين، لأن عندهم الكثير ما يعطيهم بحكم التجربة وبحكم طبعا المسار ديالهم الطويل اللي اليوم بغينا توضع إشارة للشباب الشباب ديالنا المغربي طبعا في هذه الفضاءات من خلال مجموعات الأنشطة الرياضية الثقافية فنية، خصوصا أن أعطينا الانطلاق هذه البرنامج الوطني للتطوع. وأكيد أن هذا البرنامج غادي تكون مكانة وغادي يكون أيضا كلمة لهذه الشريحة من المواطنين في اتجاه طبعا إعطاء واحد القيمة مضافة لهذا المغرب الجديد.